الحقيقة قبل بس ما اطلع اشوف التقرير لانه تقرير مهم جدا، لكن انا موقف امبارح استوقفني، موقف استوقفني انا مش هقول اللي حصل من الجانب الاخر، ولكن انا هقول اللي حصل من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي منتهى الوفاء ومنتهى الالتزام ومنتهى عدم الخروج عن النص، و قد ايه جمهور النادي الاهلي ده، انا بحاول الحقيقه اجيب كلام او وصف للي حصل، مش لاقي كلمه توصف لهذا المشهد. لو جاهز يا سمير لو سمحت حطه لنا، لانه مشهد رائع جدا 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 جدا، على الرغم من قبلها بيوم المشهد المضاد في مباراه الزمالك. الحقيقه يعني انا اللي يهمني ماليش دعوه بمباراه الزمالك، ولكن ده رد جمهور النادي الاهلي على حاجه ضد النادي الاهلي حدثت في مباراه الزمالك، ولكن انا ماليش علاقه بهذا الموضوع، انا بتكلم على عقليه جمهور النادي الاهلي، حتى لو واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او مية، قد ايه ان هي عقليه مثقفه جدا وعقليه واعيه جدا وبعيده عن التطرف وكل هذه الامور، ولا تنجرف الى شغب او كذا او كذا او كذا. الصوره دي صوره ادهم، طفل صغير وهو رايح في مباراه احدى مباريات نادي الزمالك، يعني توفاه الله وكان مع والده. فجمهور النادي الاهلي بيتذكر دائما مثل هذه الامور، لانه في النهايه جمهور واعي وجمهور مثقف وجمهور محترم. اللي حضراتكم شايفينه ده هزني جدا، يعني خلاني ابقى قد ايه يا جماعه جمهور النادي الاهلي عايز يبعد عن التعصب، عايز يبعد عن التطرف، عايز يبعد عن كل هذه الامور، وبيعمل صوره رائعه يعني واحد او اثنين حاطين صوره ادهم مسعد وعاملينها على تيشيرت وحاطينها امام ملايين الاهلاويه اللي بيتفرجوا على التلفزيون او اللي كانوا متواجدين في الاستاد. الحقيقه ال 30 40 الف او ال 50 الف اللي كانوا متواجدين في الاستاد امبارح، على الرغم من ان الامور لم تكن تسير بمثل هذا الشكل في مباراه الزمالك والترجي من جانب والده، برضو حاجه تخصه احنا ما عندناش اي مشكله، انا لا اقصد شيء، لكن انا بتكلم على النادي الاهلي والموقف ده بالنسبه لي موقف مهم جدا جدا جدا، لانه هو ده النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده وعي جمهور النادي الاهلي، وهذه هي حقيقه النادي الاهلي. هو ده اللي انا هقدر اقوله في مثل هذه الصوره، لانها صوره مهمه جدا جدا. ماليش دعوه بمين عمل ايه، مش هتكلم في هذا الموضوع، على الرغم من ان في ناس كتير قالوا لا مش هتكلم، ماليش اي علاقه بما حدث في هذا الموضوع، لانه النادي الاهلي دوره ان هو ينبذ التطرف، نبعد عن اللي بيحصل ونحاول على قد ما نقدر نركز على فرقتنا ونعمل كل، مش معنى كده ان احنا هنسكت على اي شيء، ولكن احنا دايما هنكون متواجدين علشان نرد على كل ما يسيء للنادي الاهلي، ولكن مثل هذه المواقف ومثل هذه الصور بتمثل وعي جمهور النادي الاهلي.